السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم البنات بغيت ندير هذه البكبوكه هذه اللي طلبوها مني بزاف ديال الناس، وداك الشيء علاش بغيت نديرها ونشاركها معكم كاملين. كتجي زوينه ولذيذه. المهم البنات دوزوا معايا لطريقه التحضير ونوريكم المقادير اللي غادي ندير فيها. المهم البنات غادي نوريكم كيفاش كندير هذه البكبوكه هذه. غادي نقدم لكم المقادير. عندي هنايا صوصة ديال الثومه، الثومه كتبقى على حسب، واحد كتعجبلو واحد ما كيبغيش اكثر منها. عندي هنايا الربيع، قزبر ومعدنوس، وهنا واحد شويه تاع الرز، وهنا شويه الزبيب، كل واحد كما كيسمي، واحد كيقولها الزبيب واحد كيقولوا الفاكهه. وهنا عندي اربعه د البصلات الصغار مشلضين بحال هكا، الا كانوا كبار ديروا غير ثلاثه. وغادي ندير واحد المعلقه تاع الحامض. وهنا هذه الدواره كما كتشوفون بعد ما غسلتها مزيان ونقيتها حتى ولات بيضاء على هذا الشكل هذا. المهم غادي نوريكم هادو البنات، راني صايبتهم وخليت وحده يعني باش نوريكم كيفاش كندير لها. كاين اللي كيخيطها، انا درت لها غير دوك العيدان تاع السنان اللي كنستعملوهم. هذه الدواره البنات من بعد ما غسلتها يعني سلقتها في الماء وكحيت لها كامل ديك القشره حتى ولات بيضاء كما كتشوفوا، وديك الجهه الحرشه كنردوها من الداخل بحال هكا، والجهه الرطبه كنديروها على برا. كاين اللي كيخيطها، كاين اللي كيخليها غير كيديرها بالاخر. انا كما قلت لكم ما غاديش نخيطها. دابا غنجيب هاد العويدات هادو، يعني بزاف الاخوات طلبوا مني نصايب لهم بكبوكه، انا دابا غادي نصايبها معكم. يعني كنتقب بحال هكا بحال اللي كنخيطها، وانا كنشدها غير بهاد العود هذا. نحاولوا غير شويه بشويه باش ما يتهرسناش العود. بحال هكا دابا غادي نقلبوا هاد الجهه الاخرى، غادي نجيبوا عود نديرو بحال هكا وحنا غاديين معاها بهذه الطريقه هذه. واللي عنده الوقت يقدر يخيطها فيها، بس هكا بنادم كيسهل عليه شويه هذه الخدمه. غادي نجيب عود اخر نديرو هنايا. المهم غادي نستمر هكا حتى نسالي هاد القطعه هذه اللي درت معكم، يعني غير باش نوريكم كيفاش درت لها. يعني ما طاحتليش انا البال كاع ندير هاد البكبوكه هذه، كنديرها في الدار هكا مره مره، ولكن طلبوا مني الاخوات قال لك صايبي لنا البكبوكه حيت الجهه تاعنا كنديروا هاد البكبوكه كنصايبوها. كتجي على هاد الشكل هكا بحال البزطام. كنخليو لها غير هاد هاد الاخرى الثقيبه هذه فين غادي نحشيو لها بحال هكا هاد القويديس بحال هكا، كل واحد كيفاش كيسميه. المهم غادي نخلي هادشي على جنب. غادي نجيب هاد غنجيب هاد اللاط هذا وغادي نخوي فيه القياس اللي غادي نعمر به، ما غاديش نخويها كامله بحال هكا. والبصله غادي نخوي غير القياس ونحتفظ بهذه، والثومه غادي ندير غير النص بحال هكا ونخلي هاد شويه. الرز الرز راه كامل كيطيب كيزيد، ما خصناش نكثروا. والربيع نحتفظوا بواحد شويه، وغادي نعصر واحد شويه ديال الحامض. دابا غندير العطريه، غندير معلقه مع مراش نتاع الفلفل الاسود، غندير معلقه صغيره ديال الخرقوم، غندير معلقه عامره مزيان ديال السكينجبير،
وغادي ندير معلقه نتاع الفلفله الحمراء، وغادي ندير نص معلقه نتاع الكمون، حيت الكمون مر ما خصناش نكثروا منه، وغادي ندير الملحه على حسب الذوق. العطريه كتبقى على حسب الكميه اللي درتوها، يعني كيبقى داكشي على حسب الافراد. وغادي نزيد شويه الزيت البلديه، غنزيد شويه المعطيش هذا الحك، ما نكثرش غير المعلقه، نزيد واحد شويه معلقه ما كبيرهش. غادي نخلط هذا الشيء كامل حتى يندمجوا مع بعضياتهم، وغادي نرجع نخدم بيدي حيت ما كاينش ما احسن من اليد. انا بعدا كتعجبني نخدم بيدي، نزيد الطماط ونعمرهم بهذه الطريقه هذه، كتجي زوينه البنات غير جربوها، يعني الاخوات اللي طلبوها مني هذوك اكيد غادي يديروها، ولكن اللي ما داروهاش وشاهدوا هذا الفيديو هذا يعني كنطلب منهم تستحق تجربه هذه الكبوكه هذه، راه كتجي زوينه، غادي تذوقوها وما تشبعوش منها، تبقاو كل مره ديروها. حنا التقليه كنديروها بالزبيب جيت الناظور، كنعمروها حنا كنديروها بالزبيب جيت الناظور، وكاين الجهه الغربيه كيديروها هما بالزيتون، يعني كل واحد وطريقته، كل واحد كيفاش كيديرها. بعد ما عمرتها بحال هكا كتجي، وكنجيب بزيت ما تخرين وكنبقى نعمر بحال هكا، غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي. المهم هانتوما معايا حتى لاخر الفيديو، غادي تشوفوا كيفاش جات هاد الكبوكه هذه. كنبسطو شويه، من بعد ما ساليتها ساليت لها كامل التمر، غادي نجيب دابا الهويدات وغادي نسد على الفم هكا ديال البكبوكه بحال هكا، غادي نجيب عاود الاخرى غادي نسد بحال هكا، يعني ما نعمروهمش بزاف تيبقاو يعني يبقاو منفوخين بزاف، خصنا نخليو فين يطلع الروز، حيت الروز راه درناه خضر، الا عمرتوهم بزاف ما غاديش يلقى الروز فين غادي يطلع. كنديرو بحال هكا، شي منهم عصير ما كيبغوش بحال هكا بحال هكا،
ونضغطوا عليهم بحال هكا، حيدوا هذا الزائد هذا بحال هكا. المهم كاملين بلعوهم ما نخليهمش محلولين. غادي نجيب اخرى ونبسطو عليهم هكا. لما اظن هذه هي الاخيره. وغادي نجيب واحد العويد ونتقبهم كامل هكا ونقلبو الجهة الاخرى ونتقبوه بحال هكا بحال هكا. تنتقبوهم كاملين صافي. هذه هي الأخيرة. صافي غادي نجيب الكوكوت نمسح هاد البلاصة ديال العمل. غادي نجيب وغادي نخوي في هذيك الدوار اللي بقات ليا لين تحاول نصير يزيد واحد شويه. غنزيد ديك البصيله غادي نزيد ديك الثومه اللي بقات لي تكربيه غادي نزيد العطريه ما نكثرش حيت راه درت في البكبوكه. ندير سكينجبير شويه د الكمون ماشي بزاف. غادي نزيد شويه الفلفل الاسود يعني البزار هاد الخرقوم اللي عنده قزبور بيابسي ديرو حتى هو كيجي زوين في التقليه. وغادي ندير زويته بلديه الماطيشه ما غاديش ندير هنا الماطيشه غادي ندير هاد التقله البنات. من بعد ما تقلى غادي نوريكم الشكل ديالها. لا تقلى مزيان. المهم بعد ما تقلات هاد التقليه هادي كما كتشوفوا ها انتما كما كيبان لكم. دابا غادي نرويو بالماء بسم الله ما كتروش الماء بزاف. دابا غنجيب هاد الكوكه هادي غادي نهز بالوحده ونحط هنايا كما كيبان لكم. تحيد لها هذا العود هكا صافي. دابا غنسد عليها الكوكوت ونديرها الصفاره ونخليها طيب. من بعد ما طيب غادي نرجعو نتلاقى. المهم بعد ما دارت البكبوكه نص طيبه سمحوا لي البنات قبيله نسيت نقول لكم غادي نزيد عليها الحمص
الحمص غير ديال القوطي، يعني ماشي شي حمص اللي ما غاديش يطيب، راه طايب داكشي علاش كيكون يعني طايب، داكشي علاش خليته حتى للاخير. وغادي نزيد هاد زليفه صغيره نتاع الزبيب من الفوق بحال هكا، وغادي نبلع عليها الكوكوط ونخليها تكمل الطياب. المهم البنات، هذا هو الشكل النهائي نتاع البكبوكه اللي درت اليوم بالزبيب والحمص، كتجي زوينه وزوقتها بشويه الزيتون حيت حنا ما كنديروهاش بالزيتون، غير درت لكم خاطركم داكشي علاش درت هاد الحبات من الفوق، كنديروها غير بالزبيب حنايا. جيت لمنطقة الناظور كيديروها غير بالزبيب تقلية. المهم كيفاش جات هاد البكبوكة هادي، نتمنى تجربوها وتعجبكم، راها زوينة غير جربوها البنات، تستحق التجربة. المهم إذا جربتوها عجبتكم ديروا جيم وبارطاجيو مع الأحباب والأصدقاء تاهم يستافدوا من هاد الفيديو، هذا راه كتجي زوينة بزاف. واللي جديد في القناة ضغط على الجرس باش يتوصل بالجديد ديالي. غادي نجبد البنات واحد المورسو ونوريكم كيفاش كتجي، كتجي زوينه كتجي رائعه. هانتوما كيفاش كتجي من بعد ما حيدت هذوك العويدات، كتجي بحال هكا من الداخل. هانتوما كيفاش كتجي، كتجي زوينه مع داك الروز. السلام عليكم، الى الفيديو ما جاء ان شاء الله.